ما هي الرسالة التي توجهها لشباب اليوم؟ الرسالة التي أوجهها إلى شباب اليوم والتي يعني أرى فيهم انعداما كثيرا، ألا وهي المحافظة على الصلاة فقط، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكلنا يسعى لأجل شيء ألا وهو الرزق. يعني بصراحة كلنا نسعى من أجل الرزق، ويقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالذي يحافظ على الصلاة فإن الله عز وجل يفتح عليه خيري الدنيا والآخرة، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا قول ربنا وليس قولنا نحن. فنصيحتي لشباب اليوم المحافظة على الصلاة فقط، هذا الذي أراه نصيحة لشبابنا.